أنا الشيف طارق، أول شيف عربي حصل على لقب الماستر شيف. بحب الأكل والأكل كل حياتي. تمام بيبي. أنا بسافر أستراليا في مغامرة استكشافية للحوم الأسترالية وبحط لمساتي العالمية. يا سلام موسيقى. في الثلاث حلقات الجاية هندوق ونشوف أشهر أكلات من حتت كتيرة في البلد الجميلة دي. أستراليا، تعالوا نكتشفها سوا. النهاردة أنا في أكبر وأجمل مدن أستراليا، سيدني المعروفة بمبنى الأوبرا الشهير اللي على شكل الشراع، وأكبر كوبري حديدي بيربط بين الشطين الشمالي والجنوبي بين شطين ومية. هنعيش جو عائلي جميل في أكبر وأجمل مزارع العالم. هنشوي مع الأصحاب ونغوص في ثقافات الشوي الأسترالي المشهور اللي مش مختلف كتير قوي عن شغلنا. هنقابل أصحاب مزارع تربية الأغنام وهندوق أجود لحومها من المزرعة دي. يا سلام موسيقى. ومن 5 الصبح يا باشا وإحنا في حلقة السمك في سيدني بنتابع حركة البيع. هنبتدي بمحل بيكس بتاع اللحوم. المحل ده من سنة 1876، مش الأقدم في سيدني بس، لا في أستراليا كلها. تيم قاسماتس مش بس جزار، إنما كبير طباخين المكان ده. هنعمل مع بعض شوية أكل زي الفل. Tarek, how are you, man? Nice to see you. Welcome. مفيش نوع لحمة مش موجود في المكان ده. ده فعلاً أحسن مكان تروحه في سيدني. Is it all halal? Yes, it is all halal. 99.9% of beef in Australia now is halal certified. وبيني وبينكم أنا هنا مخصوص عشان أدوق أغلى وأطعم حتة لحمة في السوق اسمها واجيو. بيوصل سعرها $160 للكيلو، ودي 5 مرات أطعم من أي حتة لحمة موجودة في السوق. الواجيو الأسترالي ده نوع من الأبقار، بيتميز باندماج اللحم مع الدهن بشكل مثير. مع الشوي بيدوب الدهن وبيدي اللحمة طعم حكاية، طعم يدوب في البق. خرافة، حتة لحمة خرافة. واو. Let's go. Shall we? Let's rock and roll. Sounds good to me. تيم هيعمل لنا شوية واجيو حكاية، بس إيه مع الجمبري والاستاكوزا، بيسموه هنا surf and turf. السيرف اند تيرف سره ان انا بحط عاملين، بحط حاجه طالعه من الميه على حاجه متربيه على الارض، وبلاحظ الفرق في الطعم وفي الملمس. عشان كده السيرف اند تيرف ده بيبقى من الحاجات اللذيذه قوي ان احنا نجمعهم او نحطهم على طبق واحد. All right, we're ready to go now. All right. الجماعة اليابانيين بيقولوا إن أحسن طريقة عشان تستمتع بالواجيو إنك تقطعها على جريل مسطح من الحديد معروف بالتابان. الحرارة العالية وسرعة الطهي هما سر طريقة التيبنياكي المعروفة اللي بتحافظ على الطعم والجو. طريقة الطبخ دي مشهورة جدا في أستراليا وبتجري ريق يابا وإنت بس بتتفرج. واو. Oh yes. The smell is unreal. That's a sea. And look at that golden brown fan. Yes. Ooh. هنسيب اللحمة ترتاح شوية ونعمل جزء السيرف في الطبق. Let them see. You want to do the corns now? Yes. All right. Looking nice. So you're just forming another crust. Exactly. لما بنطبخ الجمبري بالقشر بتاعه، احنا بندي الجمبري الفرصة إنه يحتفظ بالسائل بتاعه، والسائل بتاعه الطعم الفليفر اللذاذة. فلما باخد الجمبرية وحطها ورايحة واجي اكسرها كده بإيدي، هو ده الكلام، هو ده المزاج، هو ده اللي بيجي هنا وبينزل وبيعمل هو ده. You understand me, right? I understand every word you say. That's it. Yummy, yummy, yummy. وده يبقى واحد من أهم الأطباق اللي بيعملها تيم، سيرف أند تيرف، من الواجيو والاستاكوزا والجمبري. اللحمة ارتاحت شوية وفاضل اللمسات الأخيرة للشيف تيم، لما نشوف هيعمل إيه. What are you using here? Okay, so I got a bit of clarified butter and a bit of soy sauce. Now we're talking. Let's do this.
Delicious. اولا اللحمه بتدوب في البق وبعدين خلصناها مع شويه الصويا صوص ومع السمنه البلدي اتحطوا عليها في لعب في فليفر غير عاديه. Okay, let's look at the prawns. ليمون. اللحمه طري بتاكل حته تقيله وفيها كل المميزات الناجحه للجمبريه المستويه صح. Still a bit pearly in there. That is perfectly cooked. بص حته اللحمه عامله ازاي؟ ما بتنشفش، لا اللحمه طريه لسه وبتلمع. بص اللمعان عنده معناها انها ايه؟ ما نشفتش. هم يا جمال. Come here. That's good, isn't it? Try this, man. Thank you, man. Thank Pleasure. You. Really nice. بداية ممتازة، وصفة تيم جرت ريقي، حمستني اكتشف سيدني واعمل حاجة من ايديا وحياة عينيا، بس مش عارف حبتدي منين. من حسن الحظ هقابل سو طلال، جماعة السوران من اصول عربية، هياخدوني كده في فسحة. اهلا اهلا. اهلا وسهلا شباب. الحال؟ الحمد لله. بليز. سو طلال اعضاء في مجلس العلاقات الاسترالية العربية، شغلانة كده شكلها جد، بس برضه هدلعهم. كنت محتاج شوية بهارات لزوم الشغل، الجماعة خدوني محل بهارات مشهور، قلت أعمل لهم عشوة شرقي ما حصلتش. محل حدوتة بيبيع بهارات من كل حتة في العالم، نشوف حاجة بقى عشان إيه عشوة النهاردة. This is awesome man. The smell الريحة طالعة ما شاء الله. الريحة تجنن هنا، عاملة زي محل العطار عندنا. دي البهارات السعودية اللي بتتحط على ال يا ده مغربي؟ مغربي؟ مغربي ها؟ تونسي؟ Lamb is very popular in Australia, so Amazing. Let's try and smell it. Wow. تمام ها؟ ايه رايك في شوية؟ اوكي. رمضان جانا وأنا جاهز بأحلى الخلطات الأسترالي، كل سنة وحضراتكم طيبين. Thank you very much. وعشان جونا الشرقي يكمل، طلال جابنا الأكبر تجمع لبناني في أستراليا، كله شرقي. بس هي الـ الاحساس ان انت في الضيعة، الاحساس ان انت في مع الاهل، مع الاهل الموجودين، وبعدين الاكل والطعم وتدخل صباح الخير عامل نعم ما تحسش ان انت أكيد. ان انت في حته مختلفه. لا نشوف ايه اتفضل. المحل واخد من روح وشكل محلاتنا، تحس انك في بلدك. منتجات من كل حته وكتيره، بس لازم الحق عشان الناس منتظره. نار يا حبيبي نار. شكرا. سلام يا جميل. السلام عليكم. ماشي اهو. يلا. التأثير العربي، احنا هنا في سيدني والتأثير العربي فيه تقريبا 500,000 لبناني على مصري على سوري على عراقي، في ناس كتير جنسيات كتيرة هنا. ولما تيجي مكان زي ده تبص تلاقي فيه العبق. انا حاسس كده ان انا مش بعيد قوي عن مصر، رغم ان انا فين داون اندر في استراليا في سيدني، لكن الاتموسفير اللي حواليا في الحتة الشرقية الجميلة. دي شقة سو تحفة بكل المقاييس، بس ما عنديش وقت اتفرج، عندي عشوة لازم اظبطها. فاضل ساعتين والناس تيجي. انا هعمل صنفين، كتف ضاني بالبهارات وطاجن بامية باللحمة، وجنبه شوية حاجات صغيرة وسريعة. سو هتبقى السو شيف بتاعي النهاردة. سهام احنا هنعمل ايه؟ خليك تعملي اللام. فاكر احنا النهاردة لما رحنا اشترينا اللام رب؟ اتفضلي. ادي اللام رب عندنا. لام نقطة من الزيت، خدي انت بقى بايدك نقطة كده عليها. زيت الزيتون. بس بايديكي بقى الحلوة هتعملي ايه؟ هتديها شوية مساج. ايوه. هناخد بقى السبايس دي. ليتس جو. ده هيعمل كراست. بس كده هندخل اللحمه الفرن بعد ما اتحمر وشها على طاسه سخنه، وده هيخلينا نحافظ على طعم البهارات اللي ضفناها. في نفس الوقت هنجهز احلى طبق باميه باللحمه. هنعمل النهارده لسو شويه باميه مع حته لام حلو قوي. بشرت بصله وحمرتها مع شويه سمنه. ضفنا اللحمه وهنخلي اللحمه تتحمر تاخد شويه تحمير صغيرين.
التحمير ده هيخلي حاجه اسمها الملاردي افكت او الكارماليزيشن او التحميره او التشويحه، كل ده هيديني اللون الخارجي اللي من بره والريحه طالعه. شم سو دلوقتي هي وطلال هيسخسخوا على نفسهم. اصبر عليها شويه، اول ما تتحمر هنضيف المرقه ونسيبها تشكشك. نضيف الطماطم ونسيب الخليط يغلي شويه. في نفس الوقت هنطحن فص ثوم مع الملح. هحط البامية بعد ما تكون الطماطم غلت شوية، وفي الآخر نضيف خليط الثوم مع الملح والليمون عشان نظبط الطعم. الطعم والريحة الغير عادية. والبامية على النار هعمل سلطة الشمندر. هطحن الشمندر مع الثوم والزيت الأول. هنضيف الملح والكمون والطحينة، وفي الآخر هضيف الكزبرة والخليط واطحن مرة كمان. مفيش حاجة أحلى من الصحبة الحلوة المتحمسة للأكل اللي بتعمله، وعليها الضحكة اللي من القلب. طبق بامية باللحمة تحفة، ومعاه كتف في الفرن والبهارات حكاية. هقدم الاتنين مع سلطة الشمندر بالطحينة وحمص على طريقتي ورز جنان. أهلا وسهلا. يلا تمام. يوم طويل ومرهق بس ختامه مسك زي ما بيقولوا، أكلة حلوة وصحبة أحلى. بعد شوية وقت التحدي ومسابقة البرجر قدام الأخين. I seen you touch my burger. No I did not. I seen you touch my burger. No. Did you touch my burger? ومفيش بعد كده جمال، وأنا على الحصان في أهم مناطق أستراليا النوائية. أنا الشيف طارق، وأنا في رحلة تذوق شهية في أستراليا. وأنا بلفلف في المدينة الجميلة دي جربت أنواع اللحوم المختلفة والمنتجات المحلية. اليوم الثاني في أستراليا ابتديت بدري قوي وكله في سبع نومة. بعد ما أكلنا مأكولات بحرية جميلة أنا عايز أشوف المطاعم من فين بتجيب بضاعتها. أنا هنا في حلقة السمك في سيدني. ستاف ويليامز هتوريني أجود أنواع الأسماك وحلويات البحر المعروفة. يا عيني على الحلويات. Good morning. Good morning. Welcome to Sydney Fish Market. Thank you very much. ده يبقى أكبر سوق سمك في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية. بيطلع 13,500 طن سمك في السنة الواحدة. أنواع وأشكال من كل لون. يا بطيطسة. So it's the beautiful mud crab. We've actually find the females are slightly more popular. They have more meat there. Yeah, yep. A bit sweeter. Another one which is very popular is the rock lobsters. This is the tuna section. Tuna gets graded from A grade, which is the best, down to C grade. What they're really looking for is something really red and vibrant, nice firm flesh, and a good oil content. And the better those qualities are, the higher the grade will be. يلا نلحق علشان معظم الموجود نازل على أطباق في مطاعم وفنادق البلد. التجار والبياعين بينزلوا مزاد على كل الموجود بس بطريقة مختلفة عن الأسلوب المعروف. It's called a Dutch auction system. So it's based on the same system that's used to sell flowers in Amsterdam. So like flowers, fish is perishable and it needs to be sold as fast as possible. So rather than being like a normal auction where the price goes up, the price starts a few dollars higher than it's the seafood is expected to sell for, and then it drops. Each rotation of the clock is $1, and the buyers sit there, and it's the first person to bid gets the fish. هقابل واحد من الناس اللي البايرز اللي هم بيشتروا الاسماك وهيشرح لي شويه. Hello. I'm Tarek. Paul, how are you? How's it going? Can good, I sit good. With you? Absolutely, you can. Okay, now tell me a little bit what's happening here. Well, every morning we come down here about 4 o'clock every morning. Yeah. I came at 5:30 in the morning. You were late. Yes, yes. Can you explain for me how do you determine that I kick the well, we buy what we believe that we can make a profit on it. Now, this product coming up right now, I want to pay about $11 a kilo for it. So it just went for $12. And that guy just bought it all, so I just missed out. شغل جنان بس كتير عليا. بالنسبة لبول ده مجرد البداية. So let's try this octopus now. So that guy paid $5.40.
So there's some cuttlefish now. Sorry, just got to check something. What's the price? First price is $5.60. Okay, so I bought that one then for $6.50. We got it! Doing all right today? Yes! حس بتدوخ بس مدام بول مبسوط انا مبسوط. Well, Paul, thank you very, very much for the crash course that you gave me. It's fantastic. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. Best of luck. عم بول ده معلم وفاهم شغله بس خلينا نشوف مين تاني يدينا رايه. Come on, baby. Come on. حاولنا ناخد راي الاستاذ بجع في الموضوع بس شكله مش فاضي. نجيله بقى وقت تاني. نبعد شوية عن وسط البلد والمعالم السياحية ونروح عند أحمد فتايلي أسترالي من أصل لبناني بيقولوا إنه أحسن جزار بيعمل برجر في سيدني. حندوق ونشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا حبيبي. يا هلا بشيف طارق. يا حبيبي يا أهلا وسهلا بيك حبيبي. نورت والله. نورت يا أهلا وسهلا. نورت أستراليا. الله يخليك. المكان بارد ومنعش. شوفوا جمال ونظافة اللحمة هنا. تفضل يا شيخ طارق. شكرا حبيبي. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. نفرجيك البراد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. What we've got here is some beautiful blade with brisket. Point and brisket. Where you score 6 from Jack's Creek. All right. And we're going to do some burgers out of this today. Let's go. Yes. Okay, so we're going to cut up the brisket to smaller pieces. We're going to put a 50-50 blend between brisket and blade. معقول الكلام ده؟ أجود أنواع الواجيو بيعمل منه البرجر بتاعه؟ أعتقد إن ممكن دول نعمل منهم شوية همبرجر محترمين، إيه رأيكم؟ Roll up some nice burgers. أنا شفت البرجر وهو بيتعمل بس طبعًا ركع الطعم، زي ما بنقول فلازم ندوق. أحمد هزمني عنده في البيت وعرفني على أخوه محمد والاتنين هيعملوا ساندويتش البرجر المعروفين بيه. أنا عندي فكرة. نعم. ايه رايك لو نعمل مسابقه كده صغيره؟ لا يا شيف. ليه؟ يعني العين ما بتطلع على يا حبيبي. الارض ارضك. هنعمل مسابقه كل واحد فينا هيعمل برجر بالطريقه بتاعته. خلاص. يلا بينا. ماشي. يلا. وان هير وان هير دان. اوكي 1 2 3 3. الخطوه الاولى انك تفرد البرجر على النار ومش اي فرد. الموضوع بيتعمل كده. البرجر دايما بتبقى نيه هنا وبتستوي من هنا. فانا بعمل ايه؟ بسيبه بقى. سيبه. بص لما بتداس هنا ده عبال ده ما بيستوي ده بيبقى زي الفل. احنا جاهزين والموضوع شكله مولع. I seen you touch my burger. No, I did I not. I seen you touch my burger. No, 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 no. Did he touch my burger? He touched a little bit, but then just a little bit. Please. See what you did to the burger? See what you done to my. نصيحة مني ما حدش يقرب من البرجر بتاع أحمد. And I'm gonna put a bit of a secret to mine. Okay. A bit of garlic salt. Add a little bit of ginger. بأبسط الطرق شوية ملح وفلفل. أحمد شكله الآن الراجل بيستخدم كل أسلحته البرجرية في الساندويتش بتاعه. Smoky beef rashers made from Angus briskets. Okay. Can you please put a couple of pieces because that أنا كنت هحط ده عندي. بس that's you've been like me now. لا أنا بتاعتي مش حاطط عليها حاجة. ماشي. Okay. All right. Done. Done. نحط في الطبق بقى قبل ما حد يتحرك. شكلهم حلو بس لازم يكون في فايز واحد. والد والدة أحمد اتبرعوا يبقوا حكام المسابقة مع العلم ان هم مش عارفين كل طبق بتاع مين. يعني المنافسة شريفة. اوكي. على فكرة ده طبقي وفايز فايز من غير كلام. انا خليت الموضوع بسيط وسبت جودة اللحمة هي اللي تفصل في الموضوع. محمد اللي بعد كده طريقته ما تختلفش عني كتير بس من غير شرايح اللحمة وتقريبا ده اللي هيوقع البرجر بتاعه. ليدر. ويجي احمد في الاخر مع الثوم والملح والجنجر والعيش المحمص. هم كلهم طيبين؟ طيبين؟ كلهم طيبين بس في طعم. ايوه اني بقى اللي فيها الطعم اللي هو مليان بحكي دي. محمد كسب. سقفه كبيره. انت شف كسبان. مش عارف ضحك علينا ازاي بس انا ضيف عند الناس هنعديها ونقول بالهنا والشفا. تعلمنا منك.
ده انا كوبيد يور ريسيبي. انا صحيح ما كسبتش، بس حبيت ذوق وترحاب احمد وعيلته، وحمسني قوي على اللي جاي في رحلتي لاستراليا. على بعد 500 كيلو من سيدني وفي مدينه دابو تحديدا، هقابل واحد من اكبر مصدري اللحوم للشرق الاوسط. في ليتشر بيمتلك اكثر من 25,000 فدان، وعندهم فوق 100,000 راس غنم. انا هنا النهارده علشان اتعرف على الحياه في المنطقه النائيه وسر جوده اللحوم بتاعتهم. 100% من اسلوب الذبح هنا حلال 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 زي ما متعودين في الشرق الاوسط. جرام شرح لي مدى اهتمامه بالسوق عندنا. What's really helped is that airlines now are using the Middle East as a hub. Within 12 hours, we can deliver fresh lamb to the market. We can ship as well by sea. So we use ports of Sydney and Fremantle. And again, we reach every seaport in the Middle East with the Fletcher product. It's, I think for me as a chef, when I see the quality that we're having and all the cuts, before you would not be able to get a cut. You get the carcass and then you cut it. Fishing. Now you can go and get just the racks or just the necks, and that way there is no wastage. Yeah, and that's where our specialty is. We'll select the right cut of lamb for you. If you want a rack with a really big eye for the restaurant, we'll select that and we'll send that up to the restaurants every week. أنا دلوقتي هعمل حفلة شوي بالطريقة الأسترالية لفليتشر وليا، وعايز أدوق بقى اللحمة بتاعهم عامل إزاي. باك ستراب الحته بتاع سلسله الظهر. الله على كم حتتين فيليه كده متدلعين. لما تشوي لحمه بالحجم ده دايما بفضل ان انا استعمل الغطا. الجريل اللي لسه عايز يولع شويه كمان، فانا هقفل عشان احنا طلعت مننا حراره كتيره، فهنصبر شويه لحد ما ايه السخونيه تولع اكتر، يقوم اللحمه ما تلزقش. اوكي بونزا. بصوا بقى دلوقتي اللحمه ايه ما بتلزقش. هنحط هنا كده. يا سلام موسيقى مشاوي. ها فاكرين برنامج مشاوي؟ اهو بنشوي، بس هنا احنا بنشوي فين؟ في استراليا. احنا بنشوي في استراليا دلوقتي. حاجه تجنن ومظبوطه وهتعجب عيله فليتشر بحالها. مع غروب الشمس ترتاح كده وتتأمل جمال الحياة هنا. البلد دي حدوتة. الرحلة مكملة على ميلبورن. هنقابل صديق غير حقيقي مفهوم الأكل الشرقي في أستراليا. هصطاد سمك السلمون وهعمله بمزاج عالي قوي، وهعمل بلح البحر بالكريمه والثوم. You can buffle that sauce. واحلى دلع في جناح الدرجه الاولى لطيران كوانتس.